أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في تشاد على كافة الأصعدة من خلال نقل ومشاركة الخبرات المصرية في مجالات بناء القدرات والكوادر التشادية في مختلف القطاعات التنموية. جاء ذلك خلال استقباله الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بمدينة العالمين الجديدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد. عرس الشرف، سلام جمهورية تشاد، سلام سلام. حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين. وقد عقدت جلسة مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بالرئيس تشادي ضيفا عزيزا على مصر، مشددا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. ومن جانبه أشاد الرئيس محمد إدريس ديبي بالعلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين. وقد اتفق الرئيسان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين في أسرع وقت ممكن لتنفيذ ما تم التوافق عليه والإسراع بإدخال مشروعات التعاون المشترك حيز التنفيذ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في السودان والأمن في منطقة الساحل الإفريقي وتعزيز التنسيق بشأن دور تجمع الساحل والصحراء. كما تم تأكيد دعم البلدين لكافة جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة وتعزيز الأمن في منطقة الساحل في مواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة.